تابع معك أحمد المظاهرات الآن في تل أبيب واعتداء الشرطة على المتظاهرين الذين يطالبون بالتوصل إلى صفقة. نحن نتابع الصور الآن مباشرة من تل أبيب لهذه المظاهرات. بالفعل جمال، كما نرى في الشاشة مواجهات في مدينة تل أبيب، قوات الأمن تعتدي على متظاهرين إسرائيليين حاولوا اجتياز حاجز للشرطة الإسرائيلية والخروج نحو الشارع الرئيسي وإغلاق مفرق عزرائيلي، وهو واحد من أبرز المفارق الرئيسية في إسرائيل، وتمر من هناك يوميا عشرات آلاف السيارات. حاول المتظاهرون إغلاق هذا الشارع، اندلعت مواجهات، وبحسب شهود عيان اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين. كل أسبوع تغلق عائلات الأسرى والمحتجزين هذا الشارع الرئيس في مدينة تل أبيب. هذه المرة حاولت الشرطة الإسرائيلية التحايل على ذلك ومنع إغلاق هذا الشارع عبر نصب حواجز شرطية، لكن المتظاهرين تمكنوا من اجتيازها والوصول إلى الشارع الرئيسي، ما أدى إلى اعتداءات من قبل الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين. الآلاف شاركوا في التظاهرة في تل أبيب، تظاهرة عائلات الأسرى والمحتجزين للمطالبة بصفقة تبادل أسرى. بحسب موقع هآرتس الإسرائيلي وبحسب مراسليه، فتظاهرة تل أبيب اليوم هي الأكبر منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى. تظاهرات أخرى أيضا انطلقت في حيفا وانطلقت في القدس وفي أكثر من مفرق في إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل أسرى، لكن هذه التظاهرات تتحول أسبوعيا أو أسبوعا بعد آخر إلى تظاهرات عنيفة. فالشرطة الإسرائيلية تعتدي بشكل مباشر على المتظاهرين. الأسبوع الماضي انتشر شريط فيديو لشرطي إسرائيلي وهو يعتدي على متظاهرة إسرائيلية في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على أكثر من شخص من ذوي عائلات الأسرى والمحتجزين خلال الفترة الماضية، رغم أنها كما تدعي مصادر مقربة من الشرطة الإسرائيلية أنها لا تعتدي أو لا تعتقل أقرباء الأسرى والمحتجزين المباشرين، إنما تعتدي على متظاهرين إما يطالبون بإسقاط الحكومة أو يحاولون الإخلال بالنظام العام، وهي العبارة التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية عند الحديث عن إغلاق الشوارع الرئيسية. لكن هذه الصور التي تأتي من هناك وفيها اعتداءات واسعة للشرطة الإسرائيلية على أهالي الأسرى والمحتجزين وعلى التظاهرات هناك، تثير غضب عائلات الأسرى والمحتجزين والرأي العام في إسرائيل بشكل عام، وتؤدي إلى تظاهرات أكبر في الأسبوع الموالي. أسبوعيا بدل أن تؤدي هذه الاعتداءات إلى تراجع أعداد المتظاهرين، لكنهم أسبوعيا يتزايدون بشكل كبير جدا، حتى كانت تظاهرة اليوم هي الأكبر منذ بداية هذه الحرب. ولو أن عائلات الأسرى والمحتجزين لا تخفي إحباطها من أمرين: الأمر الأول من المشاركة القليلة نسبيا، تظاهرات العام الماضي ضد التعديلات القضائية كانت أكبر من هذه التظاهرات بكثير، نحو 300 ألف أو 400 ألف في بعض الأسابيع كانوا يتظاهرون أسبوعيا ضد التعديلات القضائية. رغم الحشود التي تتظاهر للمطالبة بصفقة تبادل أسرى، إلا أن هذه التظاهرات أقل بكثير من تظاهرات العام الماضي، وهذا يسبب إحباطا لدى عائلات الأسرى والمحتجزين. والإحباط الثاني مرده المماطلة كما تقول هذه العائلات من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التوصل إلى صفقة تبادل. خلال الفترة الماضية كان هناك تبادل للاتهامات بين نتنياهو وبين عائلات الأسرى والمحتجزين، ما أدى إلى استقالة منسق الاتصال بين عائلات الأسرى والمحتجزين وإلى استبداله بشخص آخر بمسؤول آخر. لذلك بدأت عائلات الأسرى والمحتجزين محاولة تغيير سياستها، لها تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل مختلف. هذه المرة بحسب تسريبات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، تدرس عائلات الأسرى والمحتجزين التعامل بلطف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، عناقه بحسب ما جاء في الترجمة الحرفية لهذه التسجيلات، بدل مهاجمته وبدل الخوض في مواجهة مباشرة معه. لكن على أرض الواقع لا يوجد تقدم في المفاوضات، حتى مصادر إسرائيلية تحمل الحكومة الإسرائيلية ورئيس هذه الحكومة مسؤولية عن فشل التوصل إلى اتفاق، وعلى أرض الواقع مواجهات واعتداءات متواصلة من الشرطة الإسرائيلية على عائلات الأسرى والمحتجزين، ولكن أيضا هناك عدد من المعتقلين لم يعلن عنه نهائيا حتى الآن.
جمال. أحمد الدراوشة من القدس، شكرا جزيلا لك أحمد.